إن أي سنة مثلا تقدم بيسا أي هوس أصي نقولسه وصدي هري صدي هري هانترتي أي كسي يعرسه يسموه في بقري إن قاحد وضن قبولا أي سرقوا قعدي أي بقري مركب حوالي ما في هنا إنه قف الصبيان بين فرحين والصبيان ما في هنا وحوي أنا واحد وشيء إنه بعيد قريبا المركب هو يسوعنا واحد أنا واحد وودني ولا منو إن تي بي دسيت كم هو بعيد قريبا لها أيام كهذه، مركب تي بي ده واحد مشاهدني إن وعي جنين تيده إن سر الله قاضو، أو سدي هان ترتي إن سر الله بس قادم دوني، يسمونه وحول قا حدي أيام بضطيب، مركب وحوي هدي أذ وحوي سريس، وحوي وحفي عن إن قفوا بحيو وحي مركب شلائ مشاهد ما هو نفسه، هدي وحان تين وراعيو وحويا خلد ويا، مركب وحوي قا حدا وحوي إمك مركز يكتب هالجيسة وحوي قاحل وغصب وسقطة مركز يكتب إمك تركوبك قواتر لقى إياه لقاعدة وحوي قواتر كيو هري وحيد شم بقوليو أفرتني اللي حبيه قواتر كيو حجنا واحد نقطعي شم بقوليو كنت نيت الضوء هالجيسة هاد ما قواتر كيس دحال واحد نقطعي شم بقوليو كومين نقطعي قواتر كيو قدم بيت وتمزن تو ألف قا واحد نقطعي أفر وغرب نقطعي توتر تمرك اللي سوق جينا واحد نقطعي لما أنت تمرك اللي سوق جينا واحد نقطعي أفركم مرك واحد وي سنة ضربة سنة تقدم بيها لبكم يا أفر بين نقطعي وح سنة ضربة سنة تقدم بيها هوس أيه قصة مقولسة تي بي ده وضن كأمهر جيسة هوس قصة مقولسة مرك يسموه حقوق ري أحد الواحد مريسة مال خطر أيه مريسة مرك خطرت واحد ويا ووح عن فعلين أما واحد شيء وما أنا واحد فرمين وعيقلين أنا مقاهر الله يسموه مقاهر لي كرر كقاحل كرر كقاحل دي لا تلو شيء لا تلو شيء أنا حويا أنت أي سنة دول بالهراء أي لو شيء لو ما شيء الله هذا لو ما قرا وإيه مكاتب لي له بروف كره تبغى بروف كره كله مركب حويا ورخ الدم الديدة كله سيد أيوه حويا واحد بدرسة سمعتي ببدلسة وحي بدلسة خرب عن الدكينة وأركي مركب حويا وإن وحي أربع عين كاسية أنا وعي قريبة القاضي الله وعي قريبة السيد الله المال حويا سيد حنوك اللي قرط إلى أمام القاضي الله كما هذا الله سياسة عفرات لأنه كما هذا الله وحي القاضي الله وحي لقى قرط إيه حنوك أما لو حكمين إيه أيام أنا القاضي الله مركب حويا حكمين تسيد الله حكمين لها إذا والبواج تبغى سارا أما ها تيدا عق أما ها تو إن شرلا ها تو أما ها تو ميديا كلام ها تو قف قسط أو كتر سن وزارة عفواك وحق سارا وتبغى بق سارا إن حنونك تك حكمين تصير له حكمين لها وتبغى بق سارا وأناكم هاتين إن خاطر تكش بيسا حرماتي بيدا ويا يجا إنه وح وقال سن وحي شدة حرمها عافمات مركان أنا واحد شيء جاي أقوله حويا حنون كسيد لو جهر تجلها هي سيد لو حكمين لها مركان أنا واحد مفرمنا إن ميديا هالجريو تد كسيد إسكجا حكمين لها يعني حنون كل واحد حكمين لها ما ربنا إن الجريو وراء خلدن أول إلى ذوق أحد يبقى سرقة عليه يتميز حويا قفقو هدول لا تكوين وأنا هاي بحر الساسر قعدين يا وحوي وحوي قرا وحوي نقولسا وحن لحبك تلوم بين نقولسا هديان وحي ركاي له ذو أنت قصوا بحوي أن ورجيس كهات في آه إنقا حذي أي سقير العادية كروجو كعدي جارهان هرجيسة أن وح عن لي هاي عنيق أو آه أن مسؤول كذا حدا مستشفى كتيبي ده هرجيسة أجنا حكت مستشفى كاسي horta inaanay jirin qaaxo kor u kacday ilaa 10 sano oo dambeeyay anigu ilaa
لحدي سنوات ودم بيان سبتال كتشوغي انتا انشوغي انتا كورونا ربوت كيوان هيا انتا دنبانا وان هيا مجرتو قاحو سي غير عالية يسي ان غير عالية هين بدنا كورو مكادي قاحادو وحا اي كسوغطا لين اموغدا اني حكمي سنتاي او اهلين استيديا او اموغدا ودبا انو خوص ايو سيار دعايسو سنت بسنت كدن بايا ايا ان سيدا سواس سيدا internationally law darso marka la xakameynayo qaaxada yaani wax mar qurad dilay oo kor u kacay qaaxad waa maba hadii la yiraahdo qaaxad mar quray kor u kacday waxa loo ogaanayaa inay statisticskaas qalad tahay baashu ma aha sida xanuunada dilay mar qura kor u kacayaan laakiin waxay kor bay u kacaysaa hadii la xakameynti laga seexdo kor bay u kacaysaa si laakiin aan qeyran caadi ahayn sanad walba ka muuqatay kor u kacaysa taasina ma jirto waxay u muuqataa inay hoos u socoto waxay u muuqataa inuu shaqeynayo barnaamijka wasaaradda iyo mashruuca la dagaalanka qaaxadu ay ugu tala galeen inuu ku xakameeyo qaaxada Hargeysa iyo wadanka oo dhanba inuu si wanaagsan u shaqeynayo oo ay xakameysan tahay waxa aan ku dadaalaa sidii aynu xanuunkaasi aynu u xakameyn lahayn mustaqbalkana aynu u tirtiri lahayn marka boolasigaasi ama siyaasadaasi wasaaradda caafimaadku ay ku shaqeynayso iyo mashruuca la dagaalanka taxaduba waa mid CDC ku socda oo aan isleeyahay si successful ama guule ayuu socdaa waxaan rajaynayaa waqti waqtiyada ka mid ah insha Allah in aynu tirtiri doono oo aynu baabiin doono xaakada wadnaagsanti waxa runtii aanu saxaafadda sida gaarka ah ugu yeernay ama ujeedada aanu ugu yeernay waxay ahayd in aanu saxno fariin qaldan ama si qaldan ugu soo baxday wargeyska haatuf waxaanaanu jecel lahay inaanu sida saxda ah ee ay xaaladda TB-du tahay aanu halkan ka sheegno waxaan ma aragnaa runtii sida qaldan ay u soo baxday in ay dad u jeeda gaar kale ay gacan ku leeyihiin hadii hadaba sida saxda ah aan ummada u sheegno waxa weeye wasaaradda caafimaadku iyada oo kaashanaysa hay'ada caalamiga waxa ay ka hawlgashaa mashruuca la dagaalanka qaaxada waxa markaa waddanka laga hirgeliyey guud ahaan 14 xarumood oo lagu daweeyo cudurka qaaxada 14 ka xarumood waxa weeyaan kuwa waddanka gebi ahaanba gaarsiin weeyey oo kale ah bulmatalan Borama Kabiley Hargeysa laba meelood ah Berbera Burco Oodweyne Balgubadle Hoodle Lascaanood ceel kuwayn ceel gaabo iyo badan waxaanaanu ku tala jiraa iyo sheekh waxaanaanu ku tala jiraa inaanu sii kordhino xarumaha TV-da ee lagula dagaalamayo cudurka qaaxada sida aynu ognahay waa cudurkan qaaxadu waa cudur fida oo haddii aan la xakameyno waa cudur fida weeye si markaa fidista looga hortago wasaaraddu waxa ay ka hawlgashay si dhammaan adeega cudurka TV-da uu u baahan yahay uu noqdo bilaash qof wal oo cudurkaas ku dhacaba si uu helo adeeg bilaash ilaa baaridda ilaa dawada muddada uu ka dhammaysanayo adeeggaasi waa bilaash waa adeegay ka hawlgashay wasaaradda caafimaadku iyadoo kaashanaysa kawaadigta wasaaradda caafimaadka iyo hay-adaha kala shaqeeya cudurka TB-da waxa markaa haddaba xusid mudan in cudurkan TB-du sanadahan u dambeeya ama sida uu socdaa ay tahay mid gacanta lagu hayo ama xakamaysan mid xakamaysan inay tahay oo runtii aynu odhan karno waxa weeyaan inaan hoos u dhac ayaa jira ama hoos ayuu cudurka TB-du iminka u socdaa Soomaaliland hoos ayuu socdaa oo tiradii markii hore laga heli jiray markaynu iminka aynu eegno intii hore way ka hooseysa markaynu kuwaartafadii ama sanadahan soo dhaafnay ayaa misfar badanna si wasal xisan u dambeeyay taasi waxay caddaynaysaa inaanay jirin warbixinta sida qaldan u baxday ee ku qoran wargeyska haatu waxaa kaloo aan iyadana jeclahay inaan halkan ka sheego
دادالك أي سميان شغالها كهول قراتي بيدا ورنتي أه متدوعين نفتوض هريارة وعذر كاه قاحدة كفي دي كراعد والبا إينا عن سيديا يوهر تيجي لهاي مر والبا كهولا كان شغينا يا أن شعلا هينا إن آن لقرنين دادالك أي سميين مريه كرشي أن شعلا هينا أنا قرسومين أي موغدان oo aan garanayso sida qaldanay ay saxaafadda soo galay qaladka ugu soo baxday inay soo bixin waxa kale oo jecelahay dadaalka wasaaradda caafimaadka iyo hay'adaha la hawlgala ay iskala hawlgala cudurka TB-du ay sameeyaan iyadana inaan si qaldan loo turjumin sida saxda ah ee ay wax u socdaan loo arko waxa kale oo aan runtii jecelahay ama aan doonayaa halkan ka cadeeyo in مشروع لدغالنكا عضوكا قاحدة ايو ساردة عافمات وهمتي سي في عن وشاقين ايو سيدي لو تلقى لنا وشاقين ايو اسلام وركانا عن كوقان عسلنا هاي سيلا اي شاقاد وصعوتو كنا رجو ان هاينا عن مربو مركا كدام بيسا كدام بيسا عنو سي حوچينو عنو سي حوچينو بالمتنة وحيالو هاي قسين وحا كمينا هاين هرقيسو وكارو ادكر بوقعي تا وحرمتي كابلي بترحقية oo ah madaxa isbitaalka TB ee Hargey Sofiya ayaa si wanaagsan uga hadlay waana runtii sida uu sheegay ma jiro cudur qaaxo oo sida wargeysku uu qoray u kacay ma jiro balse hoos ayuu dhacay waxaan jecelahay marka inaanu taa sida ay saxda ay tahay aanu u saxno waxa kaloo waliba aanu jecelahay in aanu سند والبا مر سو سارو وصحافدين كساب سنع ذو كتيب بيدا او آمو سي اسكو ميدا صحافد دو اغو ييردو اسلام مركانا وغو صوبان بيقنو ان وحقبتك ان مشروع تيب بيدا ايو سارد عافمات ان او آمو تعال هاي تاسنا ان آمو مركا ميشا كغا سارو وربيحنو قلدن اما ان سيدي سي سحدا هاي تكوو يعسنين اي بحان aan runtii aan kaga hortigi doono waxaanu soo gabagabeynayaa in runtii warbixintaas ay qortay joornaalka Hatu aanay ahayn runtii warbixin sax ah ay u baahan tahay in la saxo saxiideedina ay tahay taa aan imanka wadno waxaan kulliiga horta u mahadcelinayaa shaqaalihiina saxaafadda ka shaqeeya iyo intayna ay halkan fadhida oo ku hawlan xakamaynta cudurka qaaxada ee dalka Soomaaliland waxaana ku leeyahay ah in arrin qof kasta ay dal u tahay inuu wax ka ogaado halka heerka cudurka qaaxadu maanta marayo dalkeena haddii qof caadi ah yahay oo wariya iyo haddii shicib yahay iyo haddii cid kasta yahay waxaana ku leeyahay haddana mahadle dawladdeena oo ay ka go'antahay siyaasadeedu in cudurkan lagala dagaalamo bulshadeena taasi oo aan filayo in maanta aynu marayno meelo guul ah guushaasina ay tahay mid wax ku ool ah oo la taaban karo laga soo bilaabo sannadihii 2012 ahaa ee la dhaafay oo dadaal fara badan la sameeyey iyagoo mahad kiran aan u celiyo kulliiba hay-adaha iyaguna naga caawiya la dagaalanka cudurka qaaxada oo ah kulli cudur dilaa ah oo falbo waxa markaa muhiim ah in dadkeena warkan la gaarsiinayaan uu noqdo mid hufan oo sidiisa u dhammaystiran waayo dadkeenu waxay sugayaan war wanaagsan oo ku saabsan cudurka qaaxada iyo halka uu marayo inay wax ka ogaadaan marka taas waxaan uga dan leeyahay haddii xitaa inamada warbaahinta qaabilsan ama jaraa'idka ka shaqeeyaan ama telefishinada ka shaqeeyaan in warka ay qaadanayaan uu yahay mas-uuliyad ay dadka u hayaan taasi oo markaa u dhignaysa haddii warka iyagu ay markaa hufaan oo sida ay u fahmaan sida runta ah dadkana waxa gaari kara warbixin toos ah oo iyaguna ay qaadan karaan oo xaqiiqda ku faadhida ama ku salaysan haddiise warkaasi mid lala degdego u noqdo wuxuu noqonayaa mid mas-uuliyadii qofka wariyaha saareed uu meel kaga dhacay waayo dadka wakiil buu u yahay markuu war u geeyay taas ayaan u sheegayaa kulli dadka saxaafadda ka shaqeeya waxa kale oo jira ka ahaan aniga oo ah madaxa tababarada
حفيز قال دجالك قاحظ قرنك سوماليلان دك شغالها يجا وأن أجين إنه يؤذيان دك يجا حاوسانية ما هو عامية وهو أنه بينه تيده ذا قوانين حرفده ذا قوانين يسيد أيتها إنه يؤذيان بلشده ذا أباهن أذيك مركا ما هذا يجا عامية أنت ماشي تجان وحي دونا كده بكرة وحي كده من الشروعي إيو علمي إلا باري أي أبونا أذيكي ياندك كروكا عبرك قاحبه وحميشة كقرى معنى هو يضيعان باكا موقتا وح ضيعانه مجلتو ذاتك هو يتبرين مضحظ إيها الوذينا ذا وزارة عافيمات ونهبين يداردو أسو جيدان إني وحكا قبطان حنوكا كديتان كيسا يدباتي دي سبان بلشدين دقالاهان إيه بلشان بداو عوين بيساني مركا وحوي مركا أي نقطو إن عذركي وأود أيام بابد بسويتش بيه وحين نقول أي صاحب تعرف وريه ما بتبالي مركا تاسي أورت ميد ماشة سوقي كرتمها ويكبر حيسا ميل بان الوجس وده جست عذر كتا أحد من دجالن كيسي هيك وما أنت مرة يعني سيدا أكوي شجعان مارك دكتور حلقي يوم راح تجيب السومالي نعم دكتور إسماعيل يوم ما راح هو يجلين تي إيه سي إس إم كمارك وزير دعمنا فيها طيب تجيب ده وحوي وحرم وحرمت أجل إلهي بكل شريني ودكتي أن جارسينه مركا واحد كسوه جب جبيني يا مركا إنه واحد شيء إنه واحد فهم سنة هيدكتي أن أنا شيء له هدات فهمي ويدا أن إنه ويدية أت بدو سيفهمي دونتها وقت وأنا كسنة دكتي جارسي سنة واحد وين يتريا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا جوا كوكيلة وسارة دعافماتك كل هلا يمجع وسيرك وسيرك حدين كي يجسنا جود أهنا جسنا واحدة عافماتك جود وبرنامجك هذا يعود رضا فأنا أقول مادان وحن لنا هاي وندوينها فرين تانجارسين إن لنا هاي يصح فضبا فرت مركوه الرئيسة عدة وحقور الساء أدرانا سان قف سلوبتي هو الصحافة هالنقطة والشرع ونقبنا يو كان فكرة يو خلق وقلا بالشدة جارية إنه قصر نقول يو مركا أنا وحن لنا هاي وحد ورا على الصدر كان هديب أدوار ربطان عيد وحاول تبرم شكالة عافماتك عيد الشهادة هي سنة كم هو القش أسبتال تي بي دي قاحد هدانا يبنو كربو وكعية فقر السرو وكعي ولي من مجال ذهر جيسة مجال ذهر جيسة يبدل كمر كان يبنو سنة كي لابد أكون يتطبن كي دهت كل جد وعي عذر كأوي مدى لقى بعد وحي هاي أفر كن أوقف أما عذر كان لقى سنة كي لبدا كون يلا بيا تبانك وحي هاي سدح كون سيديد بقول إيو كنتم هو سدع وحي يميد بقول إيو كنتم كاسو أردك مالا بس أنا مركان يبنو هل ببع سقال بقول كيبا وحن لغو قياسا دادك قبا عدو كتي بيدا دلالك سوكر يلك منها إنا وقبضناي هين بقول كيبا أفر أما بقول كيبا شن مركي وقبضت هذا كأسر رأي قادرنا شن كدقنا ويران لبا لبا أيها هو صدعي مركا صدح بمرية دوك مركا أمو حقيتنا أنه وإن كسا ليسنا حب السوغن وعافمات كسوا ساري وإلى حقوقالة حقوقالة أولو كرسوية لغاها ما ها إسي لو بيو خلدان أوقف كربيتان كيسي وحيسو جعليها عافمات كي صحافات ونصدا ما هو حقوص بنسيين علم عندك سواء حاكم دكتورنا عبارين ينجدين لنا صحافة ما عبارين دمانتيد لكن ذاتك أدرتانا ورك خلطا جبية إن كيف فهم بالو بهن يهي أو أي حق كذا قراء إن أقول لي ويسرتا إن تاسو مسؤولية ده قاطة تفترك أنا بدوينها وشيء قلنا حرمها عافمات كبير لابد بقول يتدوبة طبعا كي وحيار طبعا way kordheen oo afar iyo toban xanuunku haduu siyaaday maadaama xarumuhu kordheen inuu sii kordheeyo halkaan hoos dhacda ku jira oo hoos buu soo dhacay waa naga sheegnay in 200kiiba laba in ku dhawi hoos u dhacday hadaan u dhalin xarumuhu baa xidmay oo yaraaday oo sidaas ay hoos ku dhacday suuragal bayba noqonay iyagoo batay oo adeeg batay cid kastoo naga kaalisa barnaamijkana waxa gacanta ku hayaa barnaamijka la yiraahdo قارك عالمي جاء يدلك أنت قاله كف الله كبا وأنا ما هذنا كنا كاسرين عاويين وهاوشا ما كبسكرين
تدوينه بايع مشتر أقويها قفك عادية مية مجال كل جود وحكولات تلنا إلى كيف إيديستان وحنا آدم هذنا كنا حتى بالشدة وهد فهمتي إن عذرك الله سكبار كرو تدوين لي هي هل كبر جهر اللي جبقيت ما كأين تابي رجلنا مع ويانا إنا نرى ويكسر درتون دتك ملا أول خلدن ونجت فقابه ووحنا صيب درا لجمال يلي يعد كصوتها كل بقنتا وانا سو دويننا ان بعض الصحافه سوشيال ميديا ان نغلا شقيو هرو مركه بلشده يا حكمه تقدر رفافه وانا مهتمتي